طيب يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لاهتمامكم في هذا المشروع. أنا أولا يعني لما استعرضت الأسماء لم أصب بخيبة أمل، هو سابقا كنا نعلن عن هذه الورشات خدمة للطلاب طبعا ويسجلوا فيها المئات، لكن بالأخير ينتهوا بثلاث أو أربع أشخاص. هاي المرة أنا سعيد جدا لأني لما مريت على الأسماء يعني استذكرت الكثير من الذكريات مع هذه الأسماء التي يعني أتأمل بها كثيرا، وأنا يعني سعيد أكثر من وجود هذه الأسماء بوجود بلال. حقيقة بلال من الطلاب الذين أتعلم منهم، يعني هو بطل طالب هلأ صار دكتور امتياز صحيح، وإن شاء الله قريبا بدخل ببرنامج الإقامة، لكن حقيقة أنا يعني مطمئن جدا لوجود بلال معكم، إنه هو رح يكون عامل تعليمي وتوجيهي رائع جدا. أنا بلال بتعلم منه في أمور الأبحاث، وبتعلم منه بالكتب اللي بنصحني أقرأها، ويعني وبضغط علي أقرأها أحيانا. فأتمنى أولا أنه بلال يعني يكون قادر على أنه يوصل لكم كل الأفكار والمشاريع التي في باله عن هذا الموضوع. كذلك بتمنى منكم أنتوا تستمروا في المتابعة، لأنه هذا مشروع الأبحاث اللي إحنا حاولنا ندمجه مبكرا في الخطة الدراسية تاعتكم، صحيح أنه لم يحظى بالاهتمام الكبير من أغلبكم، أو حتى ما قدر نثبته بطريقة ممتازة جدا في التدريس حتى الآن، لكن هو مستقبلكم. والذي يظن أن المستقبل يعني في الطب فقط مبني على تعليم كلاسيكي وعلى يعني فقط الحفظ وتطبيق الفلسفة الطبية مخطئ. الطب الآن مشبع بالأطباء، لكن ينقصنا أطباء باحثون متميزون في العلوم الطبية الأساسية والسريرية. يعني لن تجد أفضل من باحث بعرف بيوكيمستري وبيطبقها في العلاجات وآثارها على المرضى باطني، وعندهم خبرة بالبيوكيمستري، هذا إشي ممتاز جدا. هل هو موجود حاليا؟ للأسف قلة قليلة جدا، وهذا ما نسعى إليه في الأبحاث أو في تأسيس الفرق البحثية المتجانسة اللي إلها هدف واحد وهو إنتاج بحث علمي. لذلك أنا نصيحتي لكم هذه الورشة، حتى لو كنتم متفقين على ثلاث أيام في الأسبوع، ممكن ترجعوا وتوزعوهم ليومين في الأسبوع أو يوم في الأسبوع، المهم أن تكون ورشة قابلة للاستمرار والبناء والحضور الدائم. بدون حضور منكم، بدون تحضير منكم، حقيقة ما رح يكون في فائدة. الأمل هو أن تستفيدوا من المتابعة في ورشات سجلها بلال سابقا على اليوتيوب، هي تعتبر يعني مدماك يبنى عليه لهذه الورشة، فأنا أتمنى تكونوا حضرتوهم. الآن بلال رح يحكي لكم مجموعة أفكار، يجب أن ننتهي من هذه الورشة أو الأسبوع الأول والثاني من هذه الورشة بمجموعة أفكار نبنيها. وأنا بتمنى كل مجموعة منكم ثلاث أربع خمس أشخاص نتجمع ونعمل مشروع بحثي ونبدأ فيه، مشروع قابل للتطبيق وقابل للاستمرار وقابل للإنجاز، بحيث تشعروا بتطبيق عملي لهذه الأفكار البحثية، وأنا آسف على الصوت، هذه الأفكار البحثية، ويكون هناك ناتج أكاديمي بالنسبة لكم ينتهي بنشركم لأوراق علمية، وأنا متأكد أنكم لها. أنا إن شاء الله راح أكون معاكم كل الأوقات اللي بسمح لي بلال أكون موجود معاكم فيها. أي أسئلة أي استفسارات أنا جاهز، إذا عصب عليكم بلال خبروني أنا جاهز. بلال إذا الشباب غابوا، الشباب تشمل الطلاب والطالبات، غابوا عن السيشن عليك بالعقوبات وخبرني. إحنا بهمنا يكون هذا تيم وورك ينتج عنه فهم متجانس، مش فهم كل واحد يفهم لحاله، لا فهم متجانس، حتى ينتج عن هذا الموضوع أربع خمس ست مشاريع بحثية قابلة للتطبيق وقابلة للاستمرار. لذلك أمنيات التوفيق لكم، وإن شاء الله سيكون يعني ستكون ورشة مميزة، أنا واثق منكم، شفت الأسماء كلها وسعت بها، حقيقة أسماء تبعث على الاطمئنان والتفاؤل، وأنا متأكد أنكم كلكم راح تكملوا ورح تحضروا كل السيشنز حتى تستفيدوا أولا وتفيدوا من بعدكم لاحقا. شكرا جزيلا لكم، وبترككم مع بلال، وإن شاء الله بلال يعني راح يكمل السيشن وراح يكون يعني خير بداية لهذا اليوم. الله يعطيكم العافية وموفقين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا رب جميعا. أنا بلال الدروبي، يعني مفروض تعرفنا قبل. هلأ عم ساوي، طبعا أنا خريج نفس الجامعة، جامعة كونت تكنو 2015، وهلأ عم ساوي الامتياز تبعي بمستشفى الملك المؤسس. أول شيء بدي أشكر الدكتور محمد الله يجزيه الخير
لثقته فيني. يعني هو اللي أصلاً اقترح هاي الورشة كلياتها. لما اجوا عنده عمر وسارة، سارة بنا، وقالوا له لو سمحت بدنا نتعلم ريسيرش. يعني هي كانت أول شيء الباشن من الشباب إنه بدهم يتعلموا ريسيرش، وبدهم يطبقوا عن جد، ينشروا بحث إن شاء الله بيوم من الأيام. يعني هنا كان بدهم شيء زيادة على اللي انطلب منهم بجامعتنا. فلذلك راحوا لعند الدكتور عنده بالطابق الثاني بالمكتب، سلموا عليه، قالوا له نحن كذا 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 من الـ IFMSA، بدنا لو سمحت نتعلم ريسيرش. فأنا مبلغي غير، كنت بالمكتبة طابق الخدمات بالمستشفى اللي هو الطابق تحت الثاني، مبلغي غير تليفوني برن وبلاقي الدكتور أحمد القضاه. على طول رديت، قال لي وينك؟ قلت له بالمكتبة. قال لي هلا نازلين لعندك طلاب. وهذا يعني هاي بداية القصة كلياتها. هذا الحكي من شهر 3. الورشة هي عن جد انتعب عليها تعب، يعني الحمد لله تعب. لحظة خليني أضبط الزاوية. انتعب عليها وانبذل عليها جهد كبير. هذا الحكي كلياته صار من شهر 3، والحمد لله يعني من وقتها اشتغلنا كثير. كان بدنا نساويها ولكن أخرناها لامتحانات الطلاب ولحتى يصير الوقت المناسب، ووقتها كمان كان يعني رمضان، بداية رمضان. فخططنا فيها كثير والحمد لله نحن اليوم هون. فبحب أول شيء أشكر دكتور محمد القضاه لثقته فيني ولي يعني مشاركته معي بالفرصة العظيمة هي. أنا بحب درس وكمان أنا بستفيد لما درس، يعني الواحد لما يعلم غيره هو نفسه بيزيد علمه وبيراجع معلوماته، وأي أسئلة بينسأله لما يدور عليها، لما تصير يعني تحديات خلينا نقول واحد بيتعلم زيادة. وحب أشكر عمر ومريم أو سارة كمان للفرصة هي، والله يجزيهم خير. يعني جد تعبوا معنا كتير، والأورجنايزرز كمان يلي ساووا لنا الفيجرز يلي الفيجر يلي شفتوه. هلا بالنسبة للمشروع هذا، مثل ما قال الدكتور أحمد القضاه، هذا المشروع الثاني أو الفيرجن الثانية المطورة من الورشة التي سبقت يلي هي ريسيرش وركشوب 101 يلي تساوت ببداية السنة هي بشهر 12، شهر 11 تقريبا السنة الماضية. كانت 101 تساوت، كانت مفتوحة على نطاق عام للجميع، والحمد لله كان لها تأثير كبير. موجودة على اليوتيوب، لو بتروحوا تدوروا عليها اكتبوا بلال دروبي على اليوتيوب بتلاقيها، أكيد يعني كلكم شافها. فهي حضروا كثير ناس استفادوا منها، عليها مئات الفيوز. الدكتور أحمد الله يجزيه ألف خير، يعني أنا كثير فرحت لما قال لي أنه يعني صارت ستاندرد، أي طالب بيروح بيجي لعنده بيقول له بدي أتعلم ريسيرش بيقول له شوف الوركشوب وبعدين أرجع لي. فحضروا كثير ناس واستفادوا الحمد لله. إلى الآن ناس بيحكوا معي على الماسنجر بيشكروني على اللي صار، وكمان بيسألوا أسئلة معينة عن الشغلات اللي انعطت. هلا الوركشوب هي لازم تعرفوا ليست تكرارا للي سبق. انا نزلت الوركشوب هي على نشوف بس اذا حدا كتب شيء. نزلت انا الوركشوب هذيك على اليوتيوب لسبب انه يعني مشان الناس يستفيدوا قدر الامكان. انا خلص بكره يعني حروح، ما حضلني انا موجود بالجامعه، وبدي الناس يستفيدوا دائما وابدا منها. لذلك نزلت على اليوتيوب لحتى يعني يستفيدوا من الناس اللي بعدنا. الوركشوب هي ليست تكرارا لها، وانما راح تروح عليها خطوه زياده. المرة الماضية كانت for absolute beginners، هي يعني ما حيتكرر خلينا نقول غير 20% فقط تقريبا، 20-30% ماكسيموم، الباقي حيكون novel content. ليش؟ لأنه اللي بده يتعلم المحتوى هداك ببساطة يروح شوفه جاهز على اليوتيوب. الموضوع سهل جدا، ولكن هون بدنا تكون شغلة interactive. ما رح تكون الوركشوب هي محاضرات أنا أقعد أحكي وأنتوا تسمعوا. اللي بده يشوف lectures يعني شبعنا lectures، واللي بده يتعلم لحاله كمان الكتاب موجود. وانما هي الوركشوب اصح انه تتسمى جورنال كلب او يعني ريسيرش كلب. حيكون فيها اخذ ورد، حيكون فيها خلينا نقول سمول اساينمنتس او ريسبونسابيلتيز على كل واحد منكم راح ياخذها نراجعه خلال بضعه ايام. نوقف كلياتنا مع بعض على الزوم لكشر، كل واحد يوقف يحكي عن البيبر تبعه، ونقعد نحكي الدروس اللي بيقدر الواحد يتعلمها من البيبر هي وانواع الريسيرشات. فحتكون ان شاء الله انتراكتيف كثير، وهذا اللي انا بحب استعمله، هذا الاسلوب بحب استعمله بالتدريس. هلا بالنسبه لل يعني هي اليوم هذا فقط اورينتيشن، ما حنشرح فيه شيء. شفتوا انتم طبعا كلياتكم الكونتنت، عملنا تصويت على ترتيب الايام. الايام ان شاء الله حتكون سبت، اثنين، اربعاء، الساعه 8 كلياتنا ان شاء الله بنكون هون. يعني ممكن يصير يعني صلاه المغرب حتى تتاخر اكثر، 8 8 يعني وربع ان شاء الله اكيد بنكون مبلشين.
فحاولوا لو سمحتوا أرجو منكم رجاء شديدا أنه تلتزموا بالمواعيد. يعني مثلا هذا اللايف حيكون موجود بس الزوم لكشرز ما حتكون ما يعني ما راح تنزلكم لحتى تشوفوه، فاللي حتروح عليه راحت على السيشنز اللي بعده لأنه حيبنوا على بعض. فتابعوا على الجروبات، عرفوا هي المواعيد اللي شفتوها على الجدول، سبت 2 أربعاء الساعة 8 تقريبا إن شاء الله كلنا نكون جاهزين. فهي واحد. اثنين، بدي اشرح لكم شو اللي حنعمله هلا لحتى يعني يصير خلص تعرفوا كيف بدنا نبلش. ليش انا حكيت انه اذا بتشوفوا الجدول يلي نزل يوم الاثنين هذا الجاي الاسبوع هذا فاضي، مع انه انا قلت سبت اثنين خميس، سبت اثنين اربعاء، الاثنين فاضي هذا. ليش؟ لانه بدايه الوركشوب هي يلي حنعملها ان شاء الله ما راح تكون زوم لكتشرز، وانما انا خلال الاشهر الماضيه سجلت ثلاث محاضرات او ثلاث مو محاضرات خلينا نسميها هي انترفيوز حقيقه. شو في افضل طريقه للواحد يتعلم الريسيرش من انه يعرف كل نوع من نوعياته بالتفصيل كيف ينعمل؟ نحن هلا ما عم نحكي عن الشغلات اللي درسناها اللي عجلناها وخبزناها كثير منها، يعني اللي منكم هلا بسنه ثالثه ورابعه عرفوا بيعرفوا القصه، كيس كنترول، كروس سكشنال، كيس ريبورت، كوهورت، خلاص بنعرف، بس كيف تنعمل كل وحده؟ ف يعني جبت لكم شخص عمل هذا الريسيرش بيديه هاتين لحتى يحكي لكم الفيرست هاند اكسبيرينس. طبعا هذا الشيء اخذ جهد كثير واخذ وقت كثير لحتى لقيت الشخص. انا والله حكيت مع كثير ناس وللاسف ما تسنى لي الا عمر عبيدات، شاب من دفعتي الله يجزيه الف خير، انه وفر وقته وقدر يقعد معنا هالساعتين زمن لحتى يحكي لنا عن الريسيرش اكسبيرينسز. فهي انترفيوز سجلتها وجهزتها وسويتها للايديتنج ونزلتها على اليوتيوب. طبعا يلي بيشوف اليوتيوب شانل تبعي بيقول ما شفنا شيء، ايه لاني انا نزلتهم برايفت، فنزلتهم جاهزين ابلودد على اليوتيوب برايفت، بس انه شو ما بيبينوا لحتى اعطيكم انا اللينك. فهي حيكون في ثلاث فيديوهات يعني كلياتهم نص ساعه نص ساعه نص ساعه بلس ماينس، ما بتذكر كل واحد قديش، 20 دقيقه، واحد 36 40 دقيقه، واحد نص ساعه يمكن. فهذول هن ثلاثه، الفيديو الاول على الكيس ريبورتس حنحكي فيه مع عمر عبيدات عن الاكسبيرينس تبعه. طبعا انا ما عرفت عمر عبيدات، رح تتعرفوا عليه ان شاء الله بالفيديو. هو شاب خريج دفعتي دكتور، هلا خلص يعني بده يخلص امتيازه ورايح ان شاء الله على امريكا بجامعه اليو سي اف يونيفرستي اوف سنترال فلوريدا لحتى يكمل هناك الاقامه تبعه او يعني يكمل تخصصه بالاقامه. فعمل هو عده ريسيرشات ما شاء الله عليه، عنده خبره وتجارب كثيره بالريسيرش بعده انواع. ف ما يعني لحتى تكون الشغله انتراكتيف بدل ما انا اقعد احكي عن الشغلات اللي انا عملتها، حبيت تكون الشغله فيها اخذ ورد وحكي، فجبنا عمر عبيدات وصورنا معه هي الفيديوهات. فالفيديو الاول هو الكيس ريبورت، عن حنحكي فيه عن كيس نوع من انواع الريسيرش اسمه الكيس ريبورت، عمله عمر عبيدات ونشره وجميل جدا صراحه لحتى تتعلموا الاكسبيرينسز. نقطه مهمه بدي احكيها، الفيديوهات هي لا تظنوا انه هي عن الموضوع نفسه اللي انبحث، انتم ما حتعيدوا اللي عمره سواء عمر عبيدات، ولا حتعيدوا الستدي اللي بعدها او اللي بعدها اللي حنحكي عنها، انما هي شو حتى تتعلموا الاكسبيرينس كيف بلشت القصه، كيف انعملت، كيف انكتبت وكيف انشرت، لحتى تقدروا تاخذوا الدروس هي والخبره تبع هذا الشخص تاخذوها لعندكم لحتى تقدروا تبلشوا من محل ما هو انتهى. هي فكره من كل الوركشوب. الوركشوب هي مثل اللي قبله، ما بزعم انا وبحياتي لن ازعم انه انا حاعطيك كل شيء بتحتاجه، مستحيل بكون عم بنصب عليك، وانما بحاول اعطيك قدر المعلومات يلي انا فيني احطه بايدك بحيث انت تبلش من محل ما انا انتهيت، مو من محل ما انا بلشت. انا بلشت مثلكم لما كنت بسنه ثالثه، بلشت اول بحث الي انا وزملائي، كنا ضايعين، الاكسبيرينس تبعنا كانت ليمتد، علمنا كان ليمتد، وما كان في وركشوبس وقتها يعني لحتى نعرف نبلش فيها. فاللي حاولت اعمله بالوركشوبس هي نحط خلاصه المعلومات هي والنصائح يلي انا تعلمتها بسنه رابعه وخامسه وسادسه، اعطيك اياها تكون جاهزه مغلفه لحتى انت تاخذها على طبق من ذهب. ما بيضل غير انك انت تستعد انك تستلم المعلومات هي، يعني ما I can't make it any easier for you، ولكن هذا بيحتاج الجهد تبعكم والالتزام. فلذلك اخذنا دروس عمر عبيدات بيحكي فيه عن تجاربه لحتى تستفيدوا منها، مثل ما قلنا الفيديو الاول كيس ريبورت، مثل يعني احيانا نحن بنطول بالحكي عن الاستدي تبعه
مع ذلك ركزوا ما تسبقوا عن المقاطع هي، لانه احيانا بيكون في جمله اعتراضيه بتستفيدوا منها عن ريسيرش ثاني او عن اي شيء ممكن تعملوه في هذا الموضوع. فالفيديوهات انا يعني ليش صورت فيديوهات، ليش ما عملتها مثل المره الماضيه زوم لكتشرز؟ لانه انا اخذت فيدباك من الشباب يلي كثير بعثوا لي طبعا فيدباك على الوركشوب الماضيه. للاسف الوركشوب كانت تطول، انا كان عندي سوء تقدير للمواعيد وللوقت، احيانا اقول بدي اقعد نص ساعه ربع ساعه، الموضوع ياخذ ساعه ونص. فلذلك حرصت على انه هذا الشيء ما يصير، صورت الفيديوهات يعني حرصا على انه ما يزيد الوقت، وساويت له اديتنج بحيث تقصر قدر الامكان، لذلك محطوط على اليوتيوب. فالفيديو الاول كيس ريبورت، الفيديو الثاني عن كوهورت ستدي كمان عمر عبيدات عملها، والفيديو الثالث عن كروس سكشنال ستدي. للاسف انا ما قدرت لاقي حدا، يعني لقيت حدا بس ما تيسر انه صور معه انترفيو ويحكي عن ريسيرشه هو، فلذلك حكيت عن ريسيرش الي او يعني ريسيرشن. فالفيديو كان ما بعرف كم كان طوله، مثل ما قلت يعني كلياته بحدود النص ساعه، ان شاء الله ما بيطول. فيديوهات الثلاثه كلياتها مفيده وفيها امبورتنت اكسبيرينسز ونوتس، فلو سمحتوا ركزوا فيها. اذا في حدا عنده اي اسئله يعني يحكي لنا عنها. نكمل هلا كيف حيكون البلان. فلذلك من هلا ليوم الاربعاء الجاي هذا راح تكملوه لحالكم، ما راح نبلش لسه البيرسونال ميتينجز. طيب فعندكم الاحد اثنين ثلاثاء ثلاثه ايام ونهار الاربعاء لحتى تشوفوا الثلاث فيديوهات هذول اللي كل واحد تقريبا نص ساعه، ماشي؟ يلي انا جهزت لكم اياها من زمان، هي بري ريكوردد يعني. وفي حيكون يعني لو سمحتوا دائما، هي كمان نصيحه، دائما شوفوا الديسكريبشنز تبع الفيديوز، دائما شوفوا الديسكريبشنز، بحط فيها لينكس، بحط فيها احيانا انفورميشن يعني، فانتوا تعودوا هي الشغله. فمعكم من هلا ليوم الاربعاء تشوفوا الفيديوهات الثلاثه هذول اللي جهزناهم، يلي حكينا فيهم عن كل اكسبيرينس من الريسيرش، الدروس، وانه يعني بالتفصيل عن كل واحد، لحتى يكون عندكم هاندز اون اكسبيرينس، مو بس انه والله نقرا كلام من الكتاب. يوم الاربعاء ان شاء الله حنلتقي على زوم، مثل ما شفتوا على السكجول مكتوب شو راح نساوي، راح يكون في عندنا ديسكشن عن الفيديوز هذول، لانه في نقاط يعني الا ما الواحد يغفل، انا ما قدرت اغطي كل شيء بالفيديوهات هي، وفي شغلات احسن انه نحكيها مع بعض بدل ما احكيها لحالي. فحنساوي ديسكشن ولبعض كمان النواقص من الفيديوهات. وحيكون في كويشن اند انسر سيشن، اذا في حدا عنده اي اسئله عن المواضيع اللي تغطت بيسال. وبعدين حنعطي اسايمنتس. لانه مثل ما شفتوا على البلان حنحكي عن الليترتشر ريفيو، كيف واحد بيقدر يقرا الليترتشر يلاقي البيبرز يلي بتهمه، وبدنا نقرا مع بعض، كل واحد حياخذ بيبر او بيبرين صراحه لهلا ما يعني انتم همتكم، يلي بده ياخذ بيبرين اهلا وسهلا، ولكن على الاقل 1 بيبر لكل واحد حياخذه. فحنقول له معك من هلا لا، مثل ما شفتوا على السكجول لا يوم يلي هو الارتكل ديسكشن 1. فوالله نسيت يعني من الاربعاء السبت اعتقد للاثنين، على كل حال يعني مكتوب على السكجول على الجدول شو راح نساوي. فلما يجي يوم الدسكشن يعني ما يكون حوالي 3-4 ايام لحتى تقراوا البيبر هي او اكثر، فهذا عدد منيح من يعني وقت منيح، بحيث انه تقراوا البيبر هي. حاحكي لكم وقتها ان شاء الله، ليش؟ لانه بدكم تقراوها ونرجع لما بعض نقعد على زوم نقول ماشي هي البيبر بالتفصيل. هلا خلينا نفصفصها، اول شيء شو نوعه، بعدين شو كان الاوبجكتيفز والفايندينجز تبعه، كيف كانت الميثودولوجي، هذا اهم شيء بدكم تتعلموا بالوركشوب هي. نحن ما بيهمنا الفايندينجز نفسها، نحن هلا ما بدنا نكتب بيبر عن نفس الموضوع مشان نحكي عن الفايندينجز تبعكم، ولكن نفهم الميثودولوجي، هل هي الميثودولوجي يعني مستواها، صعوبتها، كيف فينا نعيد الريسيرش هذا اذا بدنا نقلده، مشان كمان تفهموا، مشان انتم بكره بالمستقبل ان شاء الله تساووا ديزاين فور يور اون اكسبيرمنتس. انت لما تيجي تبلش ريسيرش ما حيكون في حدا واقف فوق راسك يقول لك اعمل هيك واعمل هيك، حيكون انت بدك تبني الموضوع من الصفر. فمشان تفهم الميثودولوجي، ذا كي تو اندرستاندينج ريسيرش از تو ريد ا لوت اوف بيبرز، غير طبعا قراءه الكتب والكورسات، بس عن جد الموضوع فيه كثير براكتس. فنقرا البيبرز، نعلق عليها، نشوف نقاط القوه والضعف، كل واحد يعني يقدم البيبر تبعه. باي ذا واي البيبرز انا ما تفكروا اياكم تظنوا لحظه واحده انه انا اخترت بيبرز عشوائيه، رحت دورت قلت يلا بيبر عن الزايده، بيبر عن البنكرياس، لا لا لا، البيبرز هدول من ارشيف البيبرز اللي انا قراتهم خلال السنوات اللي مضوا. في مجال معين حابين الارتكل تكون عنه، انا اللي حاعطيكم اياها،
هي اسئله الشخاتر بتسال. انا اللي حاعطيكم البيبرز هي من ارشيف اللي انا قاري من زمان. انا عندي عاده هي بنصحكم كمان تتخذوها، يعني ما تقراوا بحياتكم بيبر وترموه بالزباله، غير هي الا لو البيبر زباله فبتنرمى بالزباله. اما غير هيك اي بيبر مستوى مقبول فما فوق خليه عندك، بتفيدك المستقبل. انا يعني والله ما فيكن تعرفوا قديش انا الماتيريال اللي بجهز لكم اياها طبعا هي يعني بدها جهد جبار، ولكن لو كان بدي اقرا مشان درس غيري كان بحياتي ما خلصت. يعني اذا بدك لسه تعلم حالك ولا تقعد تجيب الماتيريالز وبعدين تقعد تعطيها لغيرك هياخذ اضعاف مضاعفه لو انت بيكون الماتيريال انا عندي دائما جاهزه من قبل. اللهم الوركشوب وغيره ولما درس غيري بيكون هي ترتيب، بكون بروح بساوي سلايدات بساوي لي كم صوره مشان احكي، بس الماتيريال جاهزه. المهم فهي بيبرز ماخوذه من الارشيف تبعي من خلال دائما انا بقرا بيبرز خليهم عندي على الملف. فدورت لكم احلى البيبرز يلي بشوف منها ممكن تكون موضوع حلو للشرح وللدسكشن بحيث تقدروا تستفيدوا منه. ف عن مواضيع كثيره يعني ما في اي فوكس، لانه ما بدي اياكم انتم تكونوا فوكس، نحن ما بدنا نسوي ريسيرش على الموضوع هذا لحتى بس تعرفوا القراءه. في بيبرز حتكون عن الزايده، بيبرز عن الامراض المعديه، بيبرز عن كل شيء بشتى كمان انواع. لحتى شو يصير عندك؟ لانه ليش؟ لانه انت حتقرا بيبر وحده ورفيقك حيقرا بيبر وزميلك وزميلتك حيقرا بيبر، يعني كم حيكون؟ عدد كبير. طبعا حيكون في تكرار بعض الشيء لانه مستحيل نقرا 25 بيبر، في 25 شخص هون وعمر وساره هي صاروا 27، فاكيد نحن ما حنغطي 27 بيبر لانه هيك بصير الموضوع فيه كثير تكرار ويعني بصير فائده اقل. فهنا حيكونوا حوالي 7 8 بيبرز او 10 يمكن، فممكن تتكرر بين بعض الناس. على كل حال فانت بتقرا بيبر بس زملائك حيقدموه وانت حتحضر الزوم سيشن، فانت شو قريت وحده وسمعت 7 او 10 غيرك يلي حكوا باقي بيبرز هالثمان او التسع بيبرز الباقيين، فكانك قرات 10. فهذا اللي بدنا نعمله، يكون في موضوع تعاون مشان صح انا بدي اعلمكم وبتمنى يعني يكون فوكس كثير على كل شخص، بس بالاخير في عدد وكمان بدنا نراعي الوقت، يعني ليه يعني مشان ما نحكي كثير وناخذ من وقتكم. انا بعرف بالاخير انتم طلاب وراكم يعني اغلبكم سنه ثانيه وثالثه، انا شفت بالستاتستكس. وعلى فكره الموضوع يعني حطيته على جاموفي وقعدت اسوي له اناليسس. المهم فاغلبيتكم سنه ثانيه وثالثه، سنه ثانيه اسمها مقبره الطب وسنه ثالثه ما لها اهون بكثير، فالموضوع بياخذ وقت وما بدي الهيكم عن دراستكم، بدي يعني ساعدكم على انه تقدروا تتعاونوا معنا. فالمهم فكل واحد بياخذ بيبر تبعه بيقعد على الزوم، كل واحد بياخذ بعض البيبرز حنناقشهم ب10 دقائق او اقل، ربما 10 دقائق بلس ماينس، وبعض البيبرز حياخذوا منا كل السيشن. هلا ديروا بالكم الشغله فيها حظ. في بعض البيبرز حنستأنس فيها الناس او نقراها على السريع لانه حقيقه الدروس منا قليله، وان كانت بيبر رائعه بس التعليقات اللي ممكن نحكيها قليله، يمكن انه بيبر ممتازه فاصلا ما في شيء نعلقه. بس في بيبرز حنطول عليها كثير، ما بدي احرق، ما انا كثير متحمس. ففي بيبرز رح نطول عليها، فانت ما بتعرف البيبر يلي حتاخذها، يعني هي مثل امسح واربح، في بيبرز كثير حتكون هي محور التدريس. فلو سمحتوا بدي اياكم تساعدوني اني اقدر ادرسكم واقدر اشرح لكم. فهذا الشيء بتقدروا تساعدوني عليه انه تساووا الاسايمنت وتاخذوها بجديه قدر الامكان. يعني تخيل حالك انت باحث عم تكتب عن الموضوع، يعني تخيلوا انتوا عم تكتبوا ورقه بحثيه فعم تقرا ابحاث من سبقك في هذا المجال فلقيت هي بيبر. فتخيل لو البيبر فيه عيب او مشكله اكيد هذا الشيء ما بد يعني بدك تتيقظ له، لو فيه غلط ما بصير انت تعمل نفس الغلطه او تستشهد بالمقاله تبعك من الشخص اللي عمل الغلطه الفلانيه، ما انت هيك يعني شو الفائده من كونك باحث اذا انت عم تنسخ وتلصق الحكي اللي قاله، عرفتوا كيف؟ فهذا اللي حيصير. وباقي يعني مثل ما قلنا حيكون انا بقدر. هلا ممكن هذا الحكي على فكره او البلان تبعنا تتغير، ممكن شوي ما نلتزم 100% بالمخطط هذا، احيانا ممكن نطول او ممكن تزيد عدد السيشنز، ان شاء الله هذا الشيء ما بصير. بس بتوقع انه يكون في 2 سيشنز للارتكل ديسكشن، بعدين راح نروح لمرحله الداتا كولكشن، تتعلموا كيف تساوي داتا كولكشن بالاسلوب الصحيح، وهي ان شاء الله ما يعني ما بتاخذ كثير وقت، وموضوع هو بسيط ممكن نص ساعه 40 دقيقه اقل اكثر، وبعدين نحكي كيف كتابه البروبوزل
والرفرنس مانجمنت. فهيك بنكون غطينا البحث انواعه كيف تساويه, كيف تفهم وتنتقد البيبرز, وشو الادوات اللي تقدر تستعملها لحتى تفهم لحتى تقدر تتوثق من مصداقية الأوراق هاي والاكتشافات المذكورة, وبالأخير كيف تبلش بحثك من الصفر, كيف تكتب البروبوزل وتحدد الميثودولوجي وتقدمه للجامعة حتى أنت تبلش مشوارك. ففي ناس هون عم يسألوا, أنا خلصت على فكرة حكي, فبس نشوف الناس اللي سألوا مشان في مجال معين هاي. أوكي أسيش خاطر تمام يعطيك العافية, ممكن تعمل سيف لايف إن شاء الله. منى هي عم تحكي, منى الزعبي, إنه سيف لا إن شاء الله بنسوي سيف ولا يهمك. ف محمد بدوره بيسال, حتكون في جلسات فيس تو فيس بالجامعه؟ للاسف يعني لا, لانه مو عمليه يعني صراحه. شغله فادتنا بالكوفيد ايرا خلينا نقول انه الاونلاين ميتينجز ار جود اي ثينك, يعني فور ذا موست بارت عمليين, لانه كتير بتاخذ وقت انه نجتمع ان بيرسون, ويعني وبدها ترتيب كتير والتزام ومواعيد, وصعب عليكم بالاخير يعني انت بدنا نجتمع, انتوا طلاب فمشغولين. شمس معروف بتقول the next session will be on Wednesday this week or the next one. اليوم شو؟ يوم السبت الأربعاء هاد, because according to the schedule it's on next week 8-6. اليوم شو؟ اليوم السبت صح؟ 8-6 معقول؟ لحظة شوي. لك ساتردي ما هو 8-6 يعني السبت. انا اسف, ايوه في شفت في, انا حاطط الساتردي يعني ما بعرف شلون بدي اسويها على كحه. الصوره موجوده عندكم. هو في شفت للكالندر لاني انا حطيت على جون, فاعتبرت اليوم اليوم انه هو 4 يوم السبت 4 من شهر 6, هو اليوم شو 28, فبس صار في شفت يعني. هي الايام كلها نفس الشيء, بس انا بالغلط هون لما سويتها نسيت انه اليوم هو 28 من شهر 5 وليس 4 من شهر 6. فعلى نفس الترتيب راح ان شاء الله هلا بننزلها مره ثانيه, بننزلها مره ثانيه, بس انه الفكره انه نفس الايام تمام من الاسبوع, بس اعتبروا السبت هذا طرحوه واعتبروا انه اليوم 28. اليوم 28 بالضبط. طيب هي الغلطة اللي صارت, سامحونا عليها. ماشي يعطيكم العافية, إن شاء الله ما طولنا وما بدي طول أكثر من هيك يعني, حتى حاول نلتزم بالأوقات, ولأني قلت لكم حكي اليوم بسيط, هو مجرد introduction مشان تعرفوا orientation لتعرف كيف البلان رح تمشي. فالفيديوهات هلأ الفيديوهات اللي حكيت عنها رح ينزلوا, فيكم شوفوها على راحتكم, معكم من هلأ لا يوم الأربعاء رح نزلهم يعني. كل يوم نزل لي واحد أو حتى ممكن نزل اثنين ورا بعض, بس لحتى جاهز شوية التعليقات وال يعني الإديتينج على اليوتيوب. فبنزلكم إياها يعني إن شاء الله من اليوم هلأ حنزل أول فيديو وبيلحقوا الباقيين. فأنت وشطارتك ليوم الأربعاء, بتمنى يا جماعة لو سمحتوا يوم الأربعاء تكونوا شايفين الثلاث فيديوهات, رتبوها كل يوم واحد يعني, موضوع جدا سهل 30 دقيقة سهلة جدا عليكم. وأنا راعيت هذا الشيء بكل البلان اللي سويناها هي, يعني تأكدت إنه الموضوع يكون خفيف بحيث ما يأثر إن شاء الله على دراستكم وتقدروا تركزوا وتلتزموا فيه. فالفيديوهات حينزلوا شوفوهم كاملين, ما تضيع منه ولا دقيقة لأنه في مقاطع صغيرة ممكن تكون مهمة لكم. طيب يعطيكم العافية يا رب, طالما ما في أسئلة أكثر من هيك خلينا نسكر. يلا نراكم إن شاء الله يوم الأربعاء الجاية, والفيديوهات هلأ رح تنزل وإن شاء الله تنال إعجابكم. وكمان بالأي أسئلة كمان يعني خلال الفيديو سيشنز اللي حنساويها بيقدروا تسألوني, وكمان يلي بيحب يلي عنده أي أسئلة بيقدر يسألني على الخاص, يسأل على الكومنتس على الجروب. طبعا ما بيقدروا يحكوا فيها إلا الأدمنز, لأني مو حاب يصير فيها يعني بوستات وحكي كتير. هي يعني هي الجروب لتوزيع المعلومات ليس للأخذ كتير والرد. فبالكومنتس أهلا وسهلا, يلي بيحب يسأل أي شيء يسأله أو يخليه كمان للزوم سيشنز بيكون أحسن لحتى يستفيدوا الباقيين. يعطيكم العافية يا رب جميعا, نراكم قريبا, مع السلامة.